دلوقتي هناخد حضراتكم بعد ما شفنا الحالة المرورية نروح نشوف برضو الحالة في أحد الأسواق. دايما متعودين من زميلتنا سالي تراد بتاخدنا لأحد الأسواق في القاهرة عشان نعرف أكتر أسعار الخضروات والفاكهة النهاردة. سالي صباح الخير. صباح الخير يا آية، وصباح الخير على حضراتكم أعزائي مشاهدي 8 الصبح، وجولة جديدة من سوق سليمان جوهر للتعرف على آخر أسعار